هدية اليوم. ويومكم يحمل إن شاء الله في ثنايا أجمل الهدايا، تلك الهدايا التي تبهجكم تبهجكم من الأعماق. اليوم اخترنا أن تكون هديتنا قصة. قصتنا تقول مستمعينا: التحق شاب أمريكي يدعى والز جونسون بالعمل في ورشة كبيرة لنشر الأخشاب، وقضى الشاب في هذه الورشة أحلى سنوات عمره، حيث كان شابا قويا قادرا على الأعمال الخشنة الصعبة. وحين بلغ سن 40 وكان في كامل قوته وأصبح ذا شأن في الورشة التي خدمها لسنوات طويلة، فوجئ برئيسه في العمل يبلغه أنه مطرود من الورشة وعليه أن يغادرها نهائيا بلا عودة. وفي تلك اللحظة خرج الرجل إلى الشارع بلا هدف وبلا أمل، وتتابعت في ذهنه صور الجهد الضائع الذي بذله على مدى سنوات عمره كله، فأحس بالأسف الشديد وأصابه الإحباط واليأس العميق، وأحس كما قال هذا الرجل وكأن الأرض قد ابتلعته، فغاص في أعماقها المظلمة المخيفة. لقد أغلق في وجهه باب الرزق الوحيد، وكانت قمة الإحباط لديه هي علمه أنه وزوجته لا يملكان مصدرا للرزق غير أجره البسيط من ورشة الأخشاب، ولم يكن يدري ماذا يفعل. وذهب إلى البيت وأبلغ زوجته بما حدث، فقالت له الزوجة: ماذا نفعل؟ فرد عليها: سأرهن البيت الصغير الذي نعيش فيه وسأعمل في مهنة البناء. وبالفعل كان المشروع الأول له هو بناء منزلين صغيرين بذل فيهما جهده، ثم توالت المشاريع الصغيرة وكثرت وأصبح متخصصا في بناء المنازل الصغيرة. وفي خلال 5 أعوام من الجهد المتواصل أصبح هذا الشخص مشهورا بعمله، وبالتالي أصبح يحصل على عروض كبيرة وكثيرة للبناء. هذا الشخص هو المليونير الشهير والز جونسون، الرجل الذي بنى سلسلة فنادق هوليدي إن الشهيرة والمعروفة، حيث أنشأ عددا لا يحصى من الفنادق حول العالم. يقول هذا الرجل في مذكراته الشخصية: لو علمت الآن أين يقيم رئيس العمل الذي طردني لتقدمت إليه بالشكر العميق لأجل ما صنعه لي. فعندما حدث هذا الموقف الصعب تألمت جدا ولم أفهم لماذا، أما الآن فقد فهمت إن الله شاء أن يغلق في وجهي بابا ليفتح أمامي طرقا أخرى هي أفضل لي ولأسرتي. دوما 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 لا تظن أن أي فشل يمر بحياتك هو نهاية لك، فقط فكر جيدا وتعامل مع معطيات حياتك وابدأ من جديد بعد كل موقف، فالحياة لا تستحق أن نموت حزنا عليها، لأنه باستطاعتنا أن نكون أفضل.